انت جميل هذا يعرف يطلع عند الدنيا مقلوبه الناس كدير الحياه هنا هو دايره هنا السلام عليكم. أنا الفنان عثمان هشام الملقب جميل. أنا من 91 وأنا كنت بديت في مسرح الطفل مع عمي ناقوس رحمه الله، وأبخي درت شوية ديال المسرح ديال الكبار، واحترفت بمسرحية الدبلوم والدربوكة اللي كتب الأستاذ أنور الجندي في 97. وتقريبا من 97 وانا كنجول ومشيت كنمثل البلاد ديالي وكنهز درابو ديال المغرب وكنمثل الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج وكنشوف انني كممثل ما عندي والو، ما عندي تغطيه صحيه، ما عندي تلعبه، وانا كنبيع تيد وجبيل في هذا الوطن الحبيب عليا عزيز عليا، لان انا مشيت لاوروبا وما بغيتش نبقى في اوروبا، رغم انهم قالوا لي نبقى معاهم تما ونمثل تما الجاليه. قلت لهم انا لا، الوطن ديالي محتاج لي. ومني جيت لقيت الوطن ديالي ما محتاج لياش وما مديهاش فيا وما عندي والو. ملي تمشي لوبيتال مثلا تيقولوا لي التغطيه الصحيه ولا تيقولوا لي، تنقول لهم ما عندي والو، ما عندي حتى حاجه. انا خدام في وزاره الثقافه فعلا ولكن بكونترا. كنتمنى من الله ان الاستاذ انور الجندي يعطيه ربي صحيحته، لانه هو الوحيد اللي كيعيط للجميل، وحتى حد ما تيعيط ليا، لا القناه الاولى ولا القناه الثانيه ولا حتى حد ما تيعيط لي لولا الاستاذ انور الجندي برئاسه فرقه فنون للحاجه فاطمه بن زياد رحمها الله. هما هاد الناس اللي كيتفكروا جميل وتيعيطوا له وتيديوه للخارج ويعني وكيخدمونا، من غيرهم ما كاينش. بالنسبه للفنانه الاخرى ما كاينش شي واحد يسول فيك، لا كله كيسول في راسه، كله كيدبر على راسه. انا ما بغيتش نعتزل، مي باقي عمل جاي ديال سي انور الجندي، باقي عاد غنصوروه. هو اللي كنا فيه في داكار، العنوان ديالو الله يدينا في الضو، وفيه الحاج مصطفى الدسوكين، واعوذ بالله ما قلت انا جميل، وحسن مكيات، وجمال بن شيبه، ونجاة الخطيب، ووفاء المسعودي، وهنية الغاشي. هادو يعني واحد اربعه ديال الفنانه، كلهم عندهم، كل واحد عنده معاناته، كل واحد عنده، وحتى حد ما تيسول في حد، حتى حد ما تيعرف واش هذاك الاخر ناعس ولا كلا ولا ما كلاش ولا، يعني كل مديه في راسه. والمسؤول الله يكثر خيره راه هو اللي تيجيبنا ويخدمنا ويفرضنا، يعني اننا نكونوا نوصلوا واحد الميساج كفنانه. بالنسبه للمسؤولين على وزاره الثقافه او للوزير المكلف بوزاره الثقافه السي محمد الاعرج، كنتمنى من الله انه يخليوه، لانه هو الوحيد اللي دعم الفرقه ديالي باش تمشي لدكار وتمشي لفرنسا وتمشي لامريكا. اما الوزاره بحد ذاتها ما كاينه حتى حاجه. النقابه كتاخذ من عندي 200 درهم في العام، ما عمري مشيت للنقابه ولقيت البيرو محلول والرئيس كاين. ناس جاوا من مورايا وطلعوا واستفدوا، وانا ما استفدت والو، ما عندي حتى تغطيه صحيه. الا لاحظتي حتى فمي ما عنديش باش نصاوبه، هذا هو الواقع.